أهلا وسهلا بحضراتكم وتغطية حية وجديدة حول امتحانات الثانوية العامة واللي اختتم طلابها بمادة الكيمياء النهاردة آخر الامتحانات اللي تسبق فترة إجازة عيد الأضحى المبارك والمستمرة معانا والطلاب الثانوية العامة لنهاية الأسبوع الحالي وده قبل استئنافهم الامتحانات مجددا يوم السبت المقبل. تابعونا في هذه التغطية الخاصة. طلاب الثانوية العامة الشعب العلمية واللي بلغ عددهم أكثر من 393 ألف طالب أدوا امتحان الكيمياء النهاردة بسلامة في جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية. كالعادة كان في هناك بعض الشكاوى من الطلاب حول وجود صعوبة في بعض الأسئلة بالامتحان وإنه كان بيحتاج لوقت أطول للإجابة على كافة الأسئلة وإن أيضاً البعض منها غير مباشر بيحتاج كمان لفهم عميق ولكنه في المجمل لم يخرج عن المناهج المقررة للطلاب. وبحسب وزارة التربية والتعليم أكدت أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع سارت بشكل جيد جداً يعني قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحانات بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة جمعها لجميع اللجان الامتحانية بجميع المحافظات وإن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة كانت مؤمنة بالكامل وده بدءا من طباعة الأسئلة البابل شيت ومرورا بنقلها لمراكز توزيع ورق الأسئلة ومن ثم لجان سير الامتحانات ولجان النظام والمراقبة. وخلال اليوم الامتحاني لطلاب شعبة العلمي غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الحقيقة أنها تلقت بلاغ بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم على الفور للمشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان وده عشان طبعا حفظا لحقوقهم في أداء الامتحان في الدور الثاني مع الاحتفاظ طبعا بالدرجة الفعلية بتاعتهم. وأعلنت أيضا غرفة العمليات المركزية بالوزارة أنه تم رصد 35 حالة غش من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني منهم 5 حالات نشر و30 حالة غش. الحقيقة ده كان بشكل سريع جدا مجمل المشهد النهاردة خلال امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية. وقبل ما نختم مع حضراتكم هذه التغطية حابين نأكد تاني على كل طلابنا وأبنائنا في الثانوية العامة واللي وارد يكون عندهم شوية تساؤلات حول مصير الامتحان القادم للشعبة العلمية واللي هو مقرر يكون يوم السبت المقبل الموافق 24 يوليو واللي هو يوم أجازة رسمية في الدولة بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وده ضمن إجازات عيد الأضحى المبارك. الحقيقة كمان عاوزين نأكد كلام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد في تصريحات لصدى البلد أن سير الامتحانات لن تتأثر بقرار مد أجازة عيد الأضحى واللي آخرها تماماً يوم 24 يوليو. وقال وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هتستمر طبعاً بالنظام وفقاً لما جاء في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 واللي طبعاً سبق وأعلنته وزارة التربية والتعليم دون أي تغيير. علشان كده نحب نقول لكم أن إجراء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعب العلمية موجود كما هو في الجدول في موعده السبت القادم الموافق 24 يوليو وبالتوفيق لكل طلاب الثانوية العامة.